في ذكرى الإبادة الجماعية قبل 40 عاماً، يستذكر الكرد الفيليين ضحاياهم بألم وأسى. أكثر من 3000 مغيب لم يعرف مصيرهم حتى الآن، والمئات من الشهداء لم يتسلم ذويهم الجثامين. اليوم يمر علينا الذكرى 43 لجريمة الإبادة الجماعية التي حصل على الكرد الفيليين. حقيقة احنا مطالبنا كثيرة، بس اللي سويناه حقيقة ثقينا بالسلطة وطيناهم كل ما عدنا من نملك من قدرات ومن أمور مشاركتهم في هذه العملية السياسية. أعتقد الكل يعرف أنه هذه تعتبر أو اعتبرت من جرائم النظام بعد جينوسايد. هذه الجينوسايد لديها كثير من الحقوق، أولها إعادة الجنسية، إعادة الممتلكات، كثير من الحقوق اللي سلبت من هذه الشريحة نطالب أن تكون أولها وآخرها، أن تكون إعادة كرامة الكرد الفيلي إلى ما كان عليه. وفي ذكرى يوم الشهيد الفيلي مطالب كثيرة طالبوا بها، منها إعادة الجنسية والممتلكات والشركات والوثائق الشخصية وتعويضهم عن خسائرهم التي تم أخذها قسرا منهم بعدما همشوا طوال العقود الماضية. نستذكر من كل عام في هذا الشهر، شهر نيسان، ذكرى التهجير القسري وتغييب شهداء الكرد الفيليين، حيث غيب أكثر من 20,000 شاب على يد جلاوزة النظام الدكتاتوري، وتم زجهم في سجون نقرة سلمان، وبعدهم بعد ذلك تم تصفيتهم، واليومنا هذا لم نأثر على رفاتهم. لم تقتصر مطالبهم بالتعويض عن ممتلكاتهم التي فقدوها، بل مطالبة الحكومة العراقية أن تقوم بواجبها في القضاء على الآثار التي خلفتها الإبادة الجماعية للكرد الفيليين في أسرع وقت ممكن. مهدي غريب، ون نيوز، بغداد.